مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى كما تبعتوا معنا في حلقات مع الأستاذة زين خيار، محامية بيضاء البيضاء، اللي كنشوفوا معها مجموعة من الملفات اللي تنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، وكذلك بعض القصص اللي كتروي فيها المسار المهني ديالها. مشاهدينا الكرام، في إحدى التعليقات كنطرح سؤال من المواطنين، بطبيعة الحال لم نرى شي ملف أستاذة زين خداته وتوفقت فيه وكانت فيه البراءة، وهو النموذج اللي غنشوفه اليوم ديال عبد اللطيف. مشاهدينا الكرام، عبد اللطيف كان في ملف معتقل هو والأخ ديالو، في ملف تكييف ديالو في المتابعة بطبيعة الحال، محاولة القتل. الآن البراءة اللي خدا عبد اللطيف والأخ ديالو، غادي نشوفوا القصة من الأول مع عبد اللطيف. عبد اللطيف إذا كان ممكن تعود لي شنو اللي وقع، عاد في الأخر كانت البراءة، شنو اللي وقع في المشكل أنت والأخ ديالك ومعامن؟ كان واحد النزاع بسيط مع الجيران، وذاك داز داك النزاع بالسلام، وكان كان تهمونا الجيران بان محاوله القتل العمد، ودوزنا واحد المده في البحث، وحتى اعتقلنا عام عامين، والاخ ديالي 9 أشهر ونصف، ودام داك البحث شويه طول، والحمد لله والشكر لله كانت براءة موفقة. انا غادي نشوف معك الامور سؤال جواب. هنا كنقولوا محاولة القتل، شكون اللي تضرب؟ كان ما تضرب شي واحدة، ما متأذت شي واحدة، كان نزاع مع الجيران، وكان الجيران معنفين، ودام ذاك النزاع طويلا، ولكن الحمد لله الشكر لله. هذه محاولة القتل فاش؟ محاولة القتل ممكن تكون في الضرب، ممكن تولي في إضرام النار، ممكن تكون في أي شخص تعرضوا للأذى، وأذى ماشي أذى عادي، أذى خطير تقدر يؤدي لمحاولة القتل. شنو بالضبط؟ باش الرأي العام يستوعب معنا. هو ما كاين لا ما كاين لا ضرب ولا جرح، ما تأذت شي واحد، هما يا داروا بالطريقه ديالهم، ولكن الحمد لله والشكر لله. باش تهموكم؟ تهمونا بمحاولات القتل العمد. فاش؟ في احد الاخوين اللي كنا متنازعين معاهم. اي شنو واش ضربتو؟ تيقولوا هما ضربتوهم ولا شنو درتو؟ كيقولوا ضربناهم، ولكن ما كان داك الشيء منه حتى حاجه، والحمد لله والشكر لله مع استمراريه البحث وسميتو صافي، خدينا الحمد لله باذن الاستاذه زينب. الحمد لله كنوجهوا لها الشكر، كانت مسكينه تقاتلت معنا، وداك الشيء صافي خدينا البراءه. وصلت الرساله ديالها باش تنور العداله اكثر، والقرار في الاخير بيد القاضي، هما اللي تصدروا الاحكام. غنشوفوا القصه مع الاستاذه. استاذه، ملف دوزتي سنين طوال، حوالي سنتين الحمد لله ابتدائيه، وحتى في النقد اعتقد خدا البراءه هاد الوليدات، ولاو تفكوا من هاد الصعوبه، يعني تكييف صعيب. كيفاش شفتي هاد الملف، وعلاش عندهم تكييف بهذا الحجم؟ محاوله القتل، شنو اللي وقع؟ اولا كنشكر استاذ بن يوسف من هاد المنبر كمعهدنا دائما بالنسبه لهاد الملف، لانه ما قدرش يتواصل معكم ويوصلكم الوقائع كيف ما هي. الوقائع هي ان كان ديك الساعه العيد كبير، العيد صغير ديال رمضان قبل سنتين هذه اللي فاتت، كان الاخ ديال عبد اللطيف اللي هو عبد الوافي كان خارج حدا الدار، ساكن مع واحد الجيران في الدار اللي عندهم، تعرف ذاك السكن اللي كيكون فيهم الشركاء، تتكون دار مبنيه فيها شركه، هما بداو كيتخاصموا معاهم ذوك الاولاد، ولاد الجيران، قال لي علاش واقف هنا؟ فاذا به جبد واحد اسمه حد قطيب، خطيب على اساس بغى يضرب فيه عبد الوافي. عبد الوافي مشى هرب، ولكن هما مشاو داروا شهاده طبيه بانه راه ضربه بديك الحديده، راه عبد الوافي اللي ضرب. وديك الساعه اللي عبد الوافي مشى هرب ما بقاش جا، خاف، لان هما جايبين سيرتيفيكات ديال 60 يوم بان محاوله قتل القلب، جهه القلب تضرب. مع العلم ان ديك الساعه كان عبد اللطيف كان تيقرا القران في داره، كان رمضان، شاف النزاع حدا الدار خرج، اذا بالاخ الاخر جبد موش من داره،
هو ضرب عبد الوافي، وعبد الوافي هذاك الموز ديالو حتى هو خادو ضربوا به. إذا به هذاك مشى داتو لومبيلونس، جاو ديك الساعة اعتقلوا عبد الوافي، بقاو في الدار. أما عبد اللطيف، أما عبد الوافي بقى هربان. المهم اللي جاو عندي ديك الوقت، ملي دخلت عنده السجن لقيت بأن فيه واحد ضربة بالموس من هنا حتى لهنا، ولكن ما داريش في شهادة طبية. علاش؟ لأنه الوقت اللي كان عند الطبيب باش يدير شهادة طبية كيهضر في الدولة عروسي، تيقول لك سالغ الدا عاد يجي ياخذ شهادة طبية. ديك الوقت اللي هو جاي تعتقل من طرف البوليس، هما يديوه هو الأول كان تعتقل، داو بالقتل العمد، محاولة القتل العمد، لأنه ما عنده لا شهادة طبية، ما عنده حتى شي حاجة. في الآخر عنده 60 يوم وضربوا القلب بذاك الموس اللي هو ديال الآخر، ماشي ديال هذا. تيقول بأن هذا هو الموس، وتيقول الطب بأنه ديال عبد الوافي خوه. ولكن أنا من جيت قلت لعبد الوافي خاصك تقدم عند الشرطة، ما تبقاش يبحوث عليك. عبد الطيف داو مباشرة للتحقيق. ديك الساعة ملي تعتقل عبد الوافي، ديك الساعة تاو داو التحقيق. فإذا بعبد الوافي خرج جنحوا الملف في الجلسة عند قاضي التحقيق، وخرج من بعد شهور تاع شهور. هذا كان بأن ما عندناش شهادة طبية. قلت أنا كنصر درت 20 تذكير سميتو تقريبا دراسة سيد وكيل الملك باش يدو عبد اللطيف من السجن يديوه للسبيطار بناء على هذاك التوصيل اللي بقى عندي، باش يديروا لي شهاده طبيه باش نقدر ندافع عليه امام العداله. حيت لا يوقع غنجي قدام القاضي ونقول لي لا بالهضره وهذوك الاخرين ما تيجيوش، لان على اساس مات هو القاضي ما يمكنش لان ما جاوش قدامه، ما كاين لا تنازل ولا والو، حيت هما ما بقاوش بانوا. انا درت 4 شيكات في هذا الموضوع، لدرجه ان كان واحد المحاولة ديال هذاك العرض ديال هاد الولد بالنسبه للاخ ديال هادو، ودرت شكايه ديال محاوله القتل، ودرت شكايه ديال الضرب والجرح، درت بزاف الشكايات. هادي ديال محاوله هذاك العرض ديال الاخ ديالو، واش من بين النقاش مع هادو؟ لا، حيت ما قالوش، الام ديالي ما قدرتش تقول لخوتو، ما قالت حتى دخلوا هذاك السجن هذا، قالت لي اش واقع. قبل ما توصلوا للجلسه والساده، ومنين ناقشتي الموضوع انت وبالادله اللي عندك وداكشي اللي كطلبي باش تكون شهاده طبيه، لانه غادي تغير المسار، غنوليو في تبادل الضرب والجرح. وهنا واش كتشوفي انه غادي تقدر يعني ما غتبقاش جنايه، غادي تولي جنحه، ولا كيفاش كتشوفي الامور؟ لا ماشي غتولي جنحه، لان بالنسبه لي ما يمكنش نجي نهضر مع القاضي الهيئه نبدا نقول هذا ما ضربش هذا ما. خاصني دير الدلائل. ملي عطيتو جميع الشكايات وعطيتو الدراسات اللي كان طلب من وكيل الملك 20 مره باش يمشيو يديروا ليه خبره على الضربه اللي فيه، اذا بينا جبنا شهاده طبيه بانه راه عنده حتى هو راه هو اللي مضروب وعنده شهاده طبيه، لان ضربوا من هنا حتى لهنا. شحال من غرزه؟ 16 غرزه. ديك الساعه بناء على حيت ما يمكنش قاضي يعطيك بدون اقتناع، كنت خاص نقنعو. بقيت كنأخر الجلسة، ها انت طلبت من وكيل الملك باش يدير ليا، ها انت 20 إذا جهزوا القاضي، وفعلا حكم عليه، خرجوا آخر جلسة حكم عليه بالوراءة. والأطراف الأخرى؟ الأطراف الأخرى بحوت عليها، يعني ما تقدرش تجي، لأن عيطوا على الوالدة ديالو، استمعوا لهم، ولكن هما في السجن استمعوا لها، استمعوا للمسائل كلها، ولكن هما في حالة نهار القاوم غتجيبهم السجن، لأن عندهم متابعات كثيرة هما. يعني كتبقى داك عنصر الحظ نهار اللي خدا الروسي، يعني خدا الوصل من اجل انه ياخذ شهاده طبيه. فنعرفوها في الدوله كتخاد على 48 ساعه، تما فاش تعتقل ضاع عليه داك الحق اللي كان غادي يقدر يبين به بانه هناك تبادل. هذا الواجب ديال الشرطه القضائيه، كانت ملي شافت الضربه كان خاصها تدي هي المستشفى، جيب ماشي تجي تشد الدراري بحال هكاك ودير لهم هما اللي هذاك المواس هما اللي هذاك. إذا حنا ما يمكنش غنخلي الميف يدوز بحال هكاك، راه ماشي اللي دان يعني أن البراءة، لأن غيمشي للحبس، راه المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفعلا لأن بداك الجهد ديال المحامي ماشي غيجي للقاعة بدا يخربق يقول تخربق، خاص نجيب الدلائل اللي غتقنع القاضي وغتقنع الهيئة وغتقنع الجميع باش كيقضي على البراءة، ماشي هكاك.
استاذ الله يوفقك، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، سؤال جوهري في الموضوع غادي نشوفوا معاه. من بعد انك دوزتي سنتين تقريبا في السجن، غادي تقدر تعاود لي اشنا هو الايجابي اللي استفدتي في بعض الاشياء واشنا هو السلبي الفتره اللي دوزتي في الاعتقال يعني وانت في السجن؟ نعم، الايجابي اللي نبداو بالايجابي اللي دوزت في السجن، هو كتستافد عبره من السجن شحال من درس. كاين بزاف ديال الناس اللي مظلومين وداخلين للسجن، وكاين بزاف ديال الناس اللي ظالمين وما داخلينش للسجن، وكاين بزاف ديال الناس اللي ظالمين وداخلين للسجن، وكاين بزاف عاوتاني الناس اللي مظلومين وما داخلينش للسجن. كنوجه التحيه للاستاذه زينب اللي مسكينه تقاتلت معايا ووقفت معايا بزاف حتى خديت البراءه انا وخويا، وكان الحمد لله ونشكروه. وكنقول لك الايجابي هو كتستافد شحال من عبره، والسلبي اللي في السجن كاين بزاف ديال الاجرام المجرمين داخلين معاهم ناس ما مجرمينش، كيتاداو بزاف، كتكون كتخرج النفسيه ديالهم متدهوره، كاين اللي كيخرج من السجن، كاين اللي كيخرج مسطي، كاين اللي كيخرج عنده اكتئاب حاد، كله كيفاش كيخرج. وكنحمد الله ونشكره، وكنشكر السادات القضاه، وكنشكر المحاميه زينب اللي مسكينه تقاتلت معايا في هاد المحنه، وشكرا. الوصيه ديالك للناس المغاربه كذلك على هاد المشادات اللي كتقدر مشادات كتفاقم كتولي في امور خطيره، كتوصل للسجن وتختلف العقوبات حسب نوعيه الجرم، يعني النصيحه ديالك للناس ما يوصلوش للسجن؟ النصيحه ديالي للمغاربه هما ما كيتفادوا المشاكل وتفادوا المشاكل ما امكن، والعصبيه بعض الاحيان ما كتستافد منها حتى حاجه، كتستافد منها الاذى وطيح ونوض في المشاكل وفي كوميساريات وداك الشيء. وكنشكر رجال الدرك، وكنشكر جلاله وكيل الملك اللي بزاف حتى هو مسكين كيوقف معانا، وكنشكر الرجال الدرك حتى هما بعض الخطرات كيديروا الواجب ديالهم على اكمل الوجه. شكرا لك، الله يوفقك استاذه، الله يوفقك في الرساله ديالك. مشاهدينا الكرام، ما يهمنا اكثر في الموضوع هو بعض القصص للعبره، وكذلك كما قلت في السابق التعليق اللي كيتكلموا على الانجازات ديال الاستاذه زين خيار اللي هي محاميه بهيئه الضال البيضاء. النموذج خديناه من عند عبد اللطيف اللي دوز سنتين في السجن، والقضاء في الاخير هو صاحب القرار نصفه وخذ البراءه ديالو. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملفات وسوف نوافيكم دائما بالجديد لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع وتقديم افاده للجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.